نزل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. من الهاتف؟ اترك عنك يا أمير القريش، هذا يعوف يتعارك وحده. اسمعني من الهاتف. هذا من الهاتف. السلام عليكم. هذا من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السني وراك تسب أم المؤمنين عائشة. يا معود، الآن موضوع نحن القرآن، تبي تتناقش عن عائشة؟ أكيد السيدة عائشة أم المؤمنين. تدخل في بيت رجال مجنبين، تقبل على أختك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيش فيك أنت تتكلم كذا عليها؟ في كتب السنة. لا لا مو صحيح، لا مو صحيح. كيف مو صحيح؟ يا أخي زوجة الرسول يا أخي، والله ما أدري كيف أنت. أنت ما سامع رواياتها أول مرة تتابعني؟ أنا توني شايفك من أمس وانصدمت صراحة، يعني قاعد تتكلم وتقول كلام جامد يعني. جامد إي، قوي قوي أدري. صعقك هذا شلون الجهاز الكهرباء مال الطب؟ طيب الله، ادخل على الجوجل، ادخل على الجوجل لو سمحت، ادخل على الجوجل. وش؟ ادخل ادخل، أنا أقول لك إيش تكتب، بس ادخل لو سمحت. يلا. وش أكتب؟ اكتب صحيح مسلم. صحيح مسلم. باب حكم المني. ايه عطى بحث. اقرأنا اول رواية، اقرأنا اول رواية. حدثنا محمد بن بشر بن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسله. لا 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 لا، أقرأ غيرها بعد. أكو يحيى بن يحيى. الذنوب والمعاصي. لا يا ذنوب معاصي، ذنوب معاصي. حدثنا يحيى، أكو حديث بداية حدثنا يحيى. هو أول حديث المفروض يطلع لك. باب حكم الحديث صحيح مسلم وحدثنا يحيى. ايوه اي، اقرا اقرا، هذا طويل. اقرا اقرا. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اي، وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه والاسود ان رجلا فاصبح يغسل. اي شنو؟ ها ها، قصيت الحديث ها؟ ليش؟ وش هذا؟ مو من عندنا هذا. صحيح. وين اقبل قرانا المصدر؟ وين المصدر؟ مصنف كتاب الطهارة. صحيح، صحيح البخاري. يا رجل اي، اول مرة اشوف رافضي صادق. ها انت ليش ما قرأت الحديث؟ اقراه اقراه عدل. لا يا رجل هذا مو عندنا ذا. زين اقرأ اقرأ. علقمة والأسفل أن رجلا فأصبح يغسل ثوبه. أكو شيء جالس تحذفه مرتي، ليش؟ لا هذا مو صحيح، هذا مو عندنا. نزل بعائشة ما موجود؟ أي والله صادق، أي والله. ها مات، مات صار بي والله مات. وياي انت؟ اي معاك معاك اسمعك. يلا شوف ان هذا الحديث ايش وضعه واتصل بي. جيد؟ لا بس هذا مو عندنا ده. هذا من جوجل، هذا مو صحيح ده. يبا الان شوف ايش وضعه انت، انا راح اتركك ابحث عنه، شوف حديث سني ولا مو سني، وارجع اتصل بي انا موجود. جيد يا رجل؟ اسمع عندي سؤال ثاني. لا لا لا، ابحث عن هذا الحديث واتصل بي، ابحث.